كل يوم في تموز اللاهب يمر على العراقيين هو بمثابة امتحان صعب الخلاص من أضراره جراء الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي، أمر يفاقم المعاناة مع موجة الحر الحالية التي تصل في بعض المناطق إلى 50 درجة مئوية وتزيد عنها في كثير من الأحيان. منذ سنة 2003 الماضية أعلن عن تحرك رسمي لمعالجة الخلل في الكهرباء، وخصصت ميزانيات على مدى 21 عاماً وصل مجموعها إلى نحو 150 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل 100 مليار دولار. والنتيجة اليوم لا معدلات تجهيز مقبولة للمنازل والدوائر الحكومية والمشاريع التجارية والصناعية وحتى الزراعية. وفي أعقاب الحر وانقطاع الكهرباء لم يعد للمواطن أي خيار سوى الخروج إلى الشارع للمطالبة بمحاسبة كل من تولى مسؤولية الطاقة وأخفق في معالجة الأزمة أو التخفيف من حدتها على أقل تقدير. فلنتابع جزءا من غضب الشارع على أزمة الكهرباء. كهرباء هزيلة، تعبانة، لا أجهزة، عبارة عن تقاطعات رفك لايت، طفي شغل طفي شغل، بيوت احترقت، أجهزة احترقت، تعبانة بشكل زين. كهرباء المحافظة وعدنا، المسؤولين وعدونا كهرباء قطع عشوائي، يعني هم يا ريت ساعتين بساعتين المستقرة حالنا حال الباقيين هم يخالف. وبطبيعة الحال لم تعد تنطلي على المواطن أي وعود تطلق من قبل مسؤولي وزارة الكهرباء بحل الأزمة دون أن يكون هناك سقف زمني وإجراء فعلي ملموس، لأن احتمال تسويفها وارد جدا كما حدث في آلاف الوعود التي أطلقت من قبل واعتبرها ناشطون كحقا تخدير لفترة وجيزة. فلنستمع إلى ما قاله الناشط عباس الأركوازي. الكل يجد أن الوعود التي تطلق حاليا من قبل وزارة الكهرباء هي بمثابة إبر مخدرة للمواطنين، وأتوقع أن المواطن ولم يقبل بأي وعود تطلق مجددا من قبل مسؤولي وزارة الكهرباء لحل أزمة الكهرباء دون وجود سقف زمني محدد. في المقابل يجمع العراقيون على أن استشراء الفساد في مفاصل وزارة الكهرباء هو أهم سبب لفشل حل أزمة الطاقة، لتعلو الأصوات بضرورة التحرك العاجل والمدروس لإنهاء المشكلة بناء على إجراءات يراها الشعب بأم عينه.